سلمى، يعني يمكن اليوم ضيوفنا بهذا الصباح الخاص والاستثنائي بذكرى تأسيس الجيش العربي السوري هم من رجالاته الذين امتلكوا القوة في ساحات الشرف، ورغم إصابتهم وألمهم الإرادة الصلبة كانت بداية لقصص نجاح في مجال الرياضة، فبقيت سوريا بنصرها وتميزها هي الهدف. واليوم من محافل البطولة إلى محافل الرياضة سيبقى العلم السوري عاليا. اليوم بصرنا نرحب بالأبطال، الجريح البطل مروان علي بطل الجمهورية في ألعاب القوى البدنية، والجريح البطل عمر محمد الحسن بطل الجمهورية في رياضة البينج بونج. سعد صباحكم. صباح النور. كل عام وانتم بخير. وانتم يا صباحكم. اهلا وسهلا بأبطال. يسعد صباحكم واهلا وسهلا فيكم. اليوم اول شيء نحن كلنا فخر انه انتم عم بتشاركونا هذا الصباح، قد ما حكينا وقلنا عن بطولات جيشنا ما بنكفي ولا بنوفي حقكم. رح بلش معك الجريح البطل مروان. حضرتك يعني مو بس كنت بطلنا بساحات المعارك، انت ايضا بطلنا بساحات المعارك والمنافسة الرياضية، يعني شغف الرياضة موجود عندك من الكيك بوكسينج الى العاب القوى البدنية. خلينا هيك نحكي اليوم عن البداية، المسار بهذا المجال، وايضا قديش كان في دور لمؤسسة جريح وطن بدعمكم بهذا الموضوع. مبدئياً كل عام وانتم بخير، واهل سوريا بألف خير، وقائد الوطن ان شاء الله بألف خير، والله يحمي الجيش العربي السوري. بدايتي كانت بألعاب القوى بعد اصابتي. طبعا انا منذ الصغر بالكيك بوكسين كان في عندي كثير الحمد لله دوافع للرياضه كبيره، وكان في تشجيع كبير لالي. نعم منذ الصغر بالرياضه. فبعد الاصابه كان الوضع اني ارجع اتابع رياضه كان صعب يعني بسبب الإصابة الإصابة أنا تعرضت فيها لضمور بعضلة باليسار. فأنا من لما كنت بالمشفى أول شهر بالمشفى أنا رجعت جبت دنابل على المشفى وتعبات الرياضة. حلو. طبعا الإرادة هون هي أساس الحياة طبعا العام. هي الإرادة هون نحن بعد إصابتي من 3 شهور. نعم. كنت روح على النادي يعني بالعكازات قبل ما أبلش أو قبل ما أركب أي طرف، يعني قبل ما أركب ولا طرف، فرحت أنا على النادي ورجعت تابعت الرياضة، وكانت اول مشاركه لي بالبطوله الجمهوريه بالقوه البدنيه بالشهر التاسع ب 2019. هون نحن بدنا نقول يمكن قديش فينا نتعلم منكم، ناخذ منكم هيدا القوه والاراده. يمكن انتم مثال لابطال بذلوا الغالي يمكن والنفس في سبيل الوطن، وايضا هن ما توقفوا عن تقديم البطولات فقط في ارض المعركه، ولكن كان لهم دور. نحن بنفتخر فيك وبنفتخر فيك ايضا. ايضا احكي لنا محمد هيك كمان، كيف هيك ما انت بتحب البينج بون؟ هلا البينج بون هي كانت لعبتي بعد الاصابه، هي اختياري من اختياري اخترتها لانه بتناسب وضعي. اول شيء الرياضه، مارست الرياضه هي بمشفى حاميش، المعالجه الفيزيائيه بالصاله الرياضيه كحديد قوه بدنيه كمان لحتى استرجع العضلات اللي ضمرت. نعم. فبعد تخرج من المشفى صار عندي وقت فراغ كبير، فمارسته كمان بالعاب الرياضه كمان من حديد قوه بدنيه والعاب كره السله والبينج بون، وقدرت احقق مركز ثالث على مستوى الجمهوريه طبعا بتدريب شهرين. هو ما يمكن يكون مركز مو الكويس، بس انا بفتخر فيه هذا المركز لانه يعني بتدريب شهرين. لا كثير كويس على فكره، تدريب شهرين قدرت احقق على مستوى الثالث على مستوى الجمهوريه. ايه والحمد لله، وهلا عم نكمل ان شاء الله بالتدريب، وحلمنا يكون عالي جدا بالبطولات. اكيد. يعني ذكروا جرحانا انه هن طبعا ضمن مشروع عم يرعى ويدعم جرحى ابطالنا بالجيش العربي السوري، اللي هو المشروع جريح وطن اللي اطلقه السيد الرئيس والسيده الاولى اسماء الاسد عام 2014 بهدف دعم جرحى الجيش العربي السوري، ليكون ايضا الجريح بيعيش حياه كريمه ويكون هو ايضا قادر ومتمكن للاستمرار بحياته. خلينا نحكي عن دور دعم الرعايه اللي بيقدمها مشروع جريح وطن لجرحانا من بدايه ما بتدخلوا بالمشروع حتى تستمروا وتتواصلوا ضمن هاي البرامج. طبعا جريح وطن قدم لنا الرعايه الصحيه بشكل كامل، تغطيه كامله لاي اصابه صحيه. قدم لنا مشروع كمان بمبلغ مادي، فتحنا مشروع محل عطورات انا فتحت. ومؤخرا هو بيدعم الرياضه يعني، وما
بأي مكان وبيشمل الرياضة وهالمواضيع هاي، بس مؤخرا هلا صار يدعم الرياضة، وهلا نحن مع سكرين وعم نجهز البطولة بإذن الله. نعم، يمكن مشروع جريح وطن هو عم يكبر ويكبر أكثر. تمام تمام. مشروع جريح وطن تأسس بال 2014 كلياتنا بنعرف هذا الحكي، فبداية التأسيس كان دعم طبي، فبالدرجة الأولى الدعم هو الطبي، كل المستلزمات الطبية، بعدين صار منحة تعليمي. أنا بمشروع جريح وطن بدعمه قدرت أخذ التاسع، وهي السنة كمان أخذت البكالوريا علمي ونجحت فيها، وجمعت أخذت التالي على مستوى الجرحى بسوريا كلياتها. والحمد لله. وفي هلا كمان نحن مثل ما قال صديقي معسكرين هلا بالمعسكر، صار مشروع جريح وطن بالفترة الأخيرة يدعم الرياضة، وهلا معسكرين وإن شاء الله عم نجهز لشيء حلو إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. الله. كمان هون بدي أرجع لعندك، يعني أكيد جريح البطل مروان، اليوم لما بنحكي عن إنسان تغيرت حياته، الإصابة هي خلينا نقول مثل ما بيقولوا خط بيفصل حياة البطل عن ساحات المعارك، ولكن أيضا بيدخل ساحات معارك أخرى اللي هي معارك الحياة اليومية. وهون بدنا نحكي قديش أنتوا كنتوا مثال لكل السوريين، مو بس للأبطال بالجيش العربي السوري، أنه الحياة ما بتوقف، الحياة بتستمر، نحن قادرين نتحدى الصعاب، نبدأ ولو مشاريع صغيرة بدعم مشروع جريح وطن، أو حتى في أبطال من الجيش شفناهم عم يعملوا مشروع لوحدهم خاص. نحكي عن هاي الجزئية وهي الرسالة اليوم أنتوا أقدر توصلوها من أي حدا فينا. هلا أول شيء، أي جندي عربي سوري وصار جريح هو كان رايح لحتى يدافع عن تراب الوطن، ورايح وعنده أمل وعنده إرادة أنه يحرر الأرض. صحيح. نعم. فهو يعني هلا اذا عمل اي شيء بخصوص التعليم ولا بخصوص الرياضه ولا اي انجاز فهو متابع هالشيء، متابع بتحرير الارض، متابع بدعم سوريا، متابع باي مشروع هو راح يعمله هلا راح يكون ناجح فيه، راح يكون هو عم يكفي مسيرته ان كان عسكريا ولا مدنيا. وبقول كلمه انا جمله دائما، يعني حاول وكانك لم تحاول ابدا لاي جريح، واي جريح قادر ومتمكن وفي هو مثل ما حكينا بالاول انه هو عنده اراده كانت تتحرر، وراح يكون عنده اراده دائما، هي الاراده دائما يخليه ماشي باستمراريته بالتعليم باي مجال ثاني، بالرياضه باي شيء ثاني. نعم، برجع بقول نحن بنستمد القوه منكم، يعني يمكن النموذج الحي اليوم قدامنا نموذج يمكن نحن ايضا بنستمد منه القوه، يعني يمكن مصاعب الحياه كبيره ولكن اللي بيشوف هالابطال بيقول لا ما في شيء، ما في مصاعب قدام هالاراده وهيدي القوه. ايضا رح ننتقل لك، يعني نقطه التحول محمد بحياتك هي يمكن عطتك دافع اكبر لانه تعمل الاشياء يلي انت بتحبها. هلا فتره الاصابه، اول الاصابه بتكون مرحله صعبه جدا على اي جريح، بس ولكن بعد الاصابه في مرحله الرضا بالقضاء والقدر يلي وصل له ويلي الله اختاره فيها يكون فيها. طبعا هو واجبنا، وهذا اكبر واجب، هو الدفاع عن ارضنا سوريا. نعم. والجراح اللي صارت على اجسامنا هي وسام قلدته سوريا لنا. فبعد الاصابه مجمل تتغير الحياه 180 درجه لكل جريح، بين كان شيء وصار شيء ثاني، فالاصابه بتغير جريح كليا. بس ولكن عندي مقوله انا بمشي فيها، كل شيء صعب ولكن ليس شيء مستحيل. صحيح. فانا ماشي على هالمبدا، فبعد الإصابة تغيرت حياتي، تغيرت جذريا، فقدرت بعزيمتي وبطموحي أني أرسم مسارات لحياتي. نعم. حسبت كثير إنجازات، تعلمت على العود بعد الإصابة. حلو. تعلمت على العود، شاركت بالبطولات تبع البينبون، الرياضة، وهلأ أخذت البكالوريا، وإن شاء الله هاي السنة رح أدخل جامعة كلية هندسة معلوماتية. رسمت خطوط، فالأمل دائما موجود وكله بالعزيمة والإصرار بيمشي. نعم. ما في استسلام، كنا أبطال بساحات المعارك وراح نكون أبطال بالحياة المدنية. شو حلو هالحكي. أكيد. يا رب. يعني نحن قد ما قلنا وقد ما حكينا ما حدا بيقدر يوصف هذا الشعور قدكم أنتو، يعني دائما نحن بنقول لازم نكون نتسلح بالأمل، هو زوادتنا بهاي الحياة طبعا لحتى نستمر. لكن اللي عاش ألم فقدان أي شيء، فقدان جزء من جسمه، فقدان شخص عزيز عليه، هو الأقدر
انه دائما يحكي عن هي الرساله وهي التحدي، ومين اقدر الحديث عن رفاق الدرب غيركم انتم يعني ابطالنا. اليوم يوم استثنائي عم نتذكر فيه هيك بطولات جيشنا وعزنا، وانتم لكم كان بطولات بساحات المعارك، وهلا ايضا مثل ما قلنا بالرياضه رح تمثلونا ويكون في لكم ان شاء الله بالقادم بطولات مهمه تمثلونا فيها. بنفتخر بكل جريح بطل. بدي هيك كلمه منكم اليوم من هذا الامل اللي عم تبثوه بروحنا، تبثوه بروح كل سوري وكل ابطال الجيش العربي السوري، شو بتحبوا تقولوا؟ هلا الشعب السوري هو شعب الاراده وشعب الصمود، من يوم يومنا نحن شعب الاراده. وبقول للشعب السوري خلي عندك صبر، خلي عندك اراده، واكيد نحن عندنا امل كبير، والامل بالعمل في مدخل سياده الرئيس وانه تتحرر سوريا ونرجع الامور ان شاء الله مثل الاول واحسن باذن الله، طبعا بهمتنا وبهمه الشعب ان شاء الله تكون كلياتها بخير. بحب اول شيء عايد سوريا بمناسبه العيد العظيم وعيد تاسيس جيشنا، بحب عايد قائد الوطن نقول له الله يحميه ويخلينا اياه يا رب. امين. بنحب نعايد كل المرابطين على الجبهات من رفاق السلاح، نقول لهم كل عام وانتم بخير والله يحميكم، والرحمه لشهدائنا والشفاء العاجل للجرحى. كل عام وانتم بخير. وانت بألف خير. يعني ايضا من منبر الاخباريه السوريه من شاشتنا الصغيره مع ابطالنا، شو حابين هيك يوجهوا ايضا رساله لمشروع جريح وطن، لكل حدا حابب يكون داخل هالمشروع، المشروع يلي عن جد جدا مهم وعم يكبر اكثر واكثر. تفضل مروان. هلا نحن بنوجه الشكر اكيد للسيد الرئيس والسيد الاولى بهيك مشروع. نعم تفضل. ومشروع جريح وطن يعني هو أساس لأي جريح. نعم. بحيث أنه ينطلق، أنه أي واحد فينا بحاجة شيء يقدم يعطي تمام. أي حدا فينا بده يقدم بيقدم أي شيء، بس بحب أي حدا فينا مثلا حدا أنه يحتوي. فجريح وطن هي بتحتوي أي جريح. نعم. كان تعليميا رياضيا ثقافيا. نعم. يعني ما تحتوي اي جريح، اي حدا عنده هواي. نعم. ان كان مجرد هواي فهي ما تستقطبه ما تحتوي يعني. وبتشكر جريح وطن. مشروع جريح وطن بنشكرهم اول شيء، بنشكر سياده الرئيس والسيده الاولى على اطلاق المشروع. هذا المشروع المشروع كان بدايته صغير، كل ماله عم بيكبر، صار يشمل تقريبا الجرحى كلياتها. واهم شيء بالمشروع هو اطلاق الجرحى بسوق العمل كمشاريع صغيره انتاجيه لحتى يخلطوا بسوق العمل. فهي مبادره كثير ممتازه ومهمه كثير لاي جريح. نعم. حتى يقدر يطلع من مرحله السبات في البيت. معظم الجرحى بيكون ببيته على تخته، فهذا المشروع هو دعم له لحتى ينطلق بسوق العمل وحتى يختلط المجتمع. نعم. بشكل ممتاز. فالله يوفقهم وهيك يتوسع المشروع اكبر واكبر. امين. ونشوف انجازات عظيمه لهالمشروع. اكيد. يعني بختام حديثنا مع هاي الكلمات الحلوة ومع هذا اللقاء اللي تشرفنا نحن فيه اليوم حقيقة، أنه نشارك بهذا الصباح المميز حكاية من اثنين من أبطالنا وجرحانا. شكراً لكم، يسعد صباحكم، وكل عام وأنتم عزنا وفخرنا أكيد. وأنتم بألف خير. بدنا نشكركم البطل مروان علي والبطل محمد الحسن. يعني نحن بنرجع بنقول دائما يمكن يلي مصبرنا على هالحياة هو الإرادة، الصمود، الطموح. أكيد. شو بتحب تقول؟ لك والطموح. والطموح أيضا مثل ما قال مروان، كل واحد أكيد عنده هدف. والهدف صح. لازم الإنسان ما يخلى من الهدف، لأنه أي حدا خال من هدف فهو راح يوقف بأرضه، ما راح يكون مزبوط. عنده شيء يتقدم له. ونحن يعني بحياتنا ما كنا هيك يعني. صحيح. يمكن أنت عم توصل رسائل عن جد جدا مهمة، إن شاء الله هيك كل حدا ياخذها هيك مثل ما بيقولوا بالطاقة الإيجابية، بالمنحة الإيجابي. ودائما نحن ناطرين سوريا تعمر بهمة رجالها وشباب الأبطال. كل عام وأنتم بألف خير، نورتوا صباحنا وهالحلقة الخاصة. تسلمي يا رب. أهلا وسهلا. أهلا. شكرا لكم، شكرا لوجودكم معنا. شكرا لكم.